Thousand Palestinians face one of the single biggest expulsion decisions since the Israeli occupation of the Palestinian territories began. هاي قصة عن القوة. أنا اسمي باسل. مسافر يطا هي المكان اللي كبرت فيه. بداية تصويري هي بداية نهايتنا. جرفات؟ أنا متلامة خير! يهودي في صوت بيطلع يعني مش ناس انا قاعدين يعني مش يعني فيش بني ادمين شوف دخلوا This is what's happening in my village now soldiers are everywhere سلم يا بشر كثير حلو إذا بصير سفر بعدين أنتوا بتيجوا تزوروني مش أنا بزوركم ولا لا؟ ولا شو تفكر؟ لو أنت مكاني شو تفكر؟